السلام عليكم. مشاهدي متبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، منطقة عين السبع، الحي المحمدي، حريق مهول في هذا الأثناء داخل شركة كانت مصدر على كلمة كانت خاصة بإنتاج وبيع الحليب. أغلقت قبل سنة تقريبا، العمال ديالها داروا عدة وقفات احتجاجية من أجل الحصول على المستحقات ديالهم، ما كانش الإجابة. قبل واحد 20 يوم تقريبا من اليوم كان واحد الحريق مهول هنا داخل هذه الشركة، اليوم الأمور ربما عادية. اليوم ربما الأمور بسيطة مقارنة مع المرة اللي فاتت، كانوا تحققوا حوالي واحد 9 ديال الشاحنات. اليوم ربما الامور في البدايه ديالها، التدخل ديال عناصر الوقايه المدنيه والامن الوطني كان عاجل وناجح الحمد لله، جنبوا المنطقه كلها خسائر سواء بشريه او ماديه. انتم كتشوفوا اجا الوقايه المدنيه دغيا وبسرعه قياسيه، سيطروا على الحريق اللي اندلع مره اخرى داخل هاد الشركة ديال الحليب. كنشوفو حتى سيارة الإسعاف، دائما كنشوف سيارة الإسعاف باقا هنا، الحمد لله هذا كيبين بأن مكاينينش خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح. إذا شركة حليب الشاوية مرة أخرى على موعد مع حريق آخر ومع إزعاج ديال السكان، منهم اللي كيطلو خايفين على راسهم، على وليداتهم، على الممتلكات ديالهم، احتالين هاد الشركة عاد عيدان لها حل، لأن ما يمكنش اللور ديالها كاينة مقبرة المنسية، هذيك المقبرة المنسية كيجيو للمتشردين، كيجيو للأفارقة من جنوب الصحراء، كيدخلوا، كيجلسوا، كينعسوا، كيطيبوا، كتشعل العافية، يعني هاد المشكل غادي يبقى ديما يتكرر، السلطات غادي تبقى ديما تزعج، سواء السلطات المحلية اللي كنشوفوهم حاضرين، الامن، الوقايه المدنيه، الكل حاضر والكل مجند، تحيه كبيره لهم، ولكن راه خاص يدار حل جذري، خاص مولاد الشركه واصحاب الشركه يلقاو حل لهذا المشكل العويص اللي واقع هنا في هذه الشركه المتخلى عنها، اللي خلاوها مالها ومشاو، خاص تلقى لها حل. ربما الامور مازال كتطور، ربما الوقايه المدنيه عاوتاني توصلوا تعليمات بانهم يحلوا الخراطيم ديال المياه، يعني التيوات. لا الامور ماشي عاديه، كنشوفوا شوفوا رجل الامن كيفاش كيعاون رجال الوقايه المدنيه. هادو هما الاسود اللي ديما لاعبين، المقابلات ديالهم ما كتساليش، بوليس والطرق والوقايه المدنيه والقوات المساعده والسلطات، هادو هما الاسود اللي ديما لاعبين، المقابلات ديالهم والتصفيات ديالهم لا تنتهي ليل نهار 24 ساعه على 24 ساعه، تحيه كبيره لهم. نتمنوا بان الامور ما تطورش إلى ما هو أسوأ. رجال الوقاية المدنية باقي قدامين في حضور عناصر الأمن الوطني هنا أمام شركة حليب الشاوية المغلقة منذ حوالي السنة أو سنة ونصف. ها
الطريق. حبيب الحال غادي يحاولوا ربما انهم يدخلوا هاد الخراطيم ديال المياه من جهات اخرى. الحريق اللي فات اللي كان بعد تقريبا حوالي واحد 20 او 25 يوم كنت دخلت لهنا باش نصور داخل هاد الشركه، طحت واحد القادوس الالطاف الالهيه الدعاوي ديال الوالدين الله يرحمهم اللي خلاونا هما اللي اعتقوني اما كنت غادي نطيح في واحد القادوس، كنت غادي نكون باقي حي في هاد الاثناء، ولكن الحمد لله واخا طحت هذيك القادو تصبت فيه واحد الصفاية ديال الماء شدتني عن قرب وقدرت انني نطلع، خدت واحد شوية في رجليا انما الامور الحمد لله دازت بسيطة. كما كتشوفوا وجه الوقاية المدنية مازال كيقلبوا على منافذ اخرى، الدخان باقي خارج ها هو كتشوفوا كيقلبوا على منافذ اخرى من اجل السيطرة على هذا الحال. لايف لايف انساري وجه قلنا شاهدين الكرام نتمنى بان الامور ما تطورش الى اسوء، الدخان هو باقي كيطلع كما كتشوفوا لكن ماشي كثيف كيف ما كان في المره اللي فاتت. اللي فاتت ما نساوش بان تحرقوا عدد من الشاحنات اللي كانوا مركونين داخل الشركة، حوالي 9 ديال الشاحنات اللي تحرقوا بالكامل، أتت عليهم النيران بالكامل. شوفي إذا شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.